يعني وسهلا ومرحبا، نتشرف بكم قناة السومرية وبالأخوة قيادة شرطة محافظة نيسان. يسلمك أبو علاء، أريدك تحكي لنا عن تاريخ هذه الكنيسة وعن المكون المسيحي في محافظة نيسان. بسم الله أبو الأب والروح القدس إله الواحد آمين. كنيسة مريم العذراء تأسست عام 1880 في منطقة المحمودية أو الجرموك. 1880. نعم. زين. من أقدم الكنائس في المنطقة الجنوبية. حلو. زين. احكي لنا ليش سمت أم الأحزان؟ كنيسة مريم العذراء أم الأحزان هاي في بداية الديانة المسيحية أو مجيء السيد المسيح، كانت السيدة العذراء حزينة على السيد المسيح من صلب وتألم، فسميت هذه الكنيسة في كنيسة مريم العذراء أم الأحزان. طيب احكي لنا عن المكون المسيحي أيضا في محافظة نيسان، شلون تكون مناسباتكم أعيادكم، التواصل الاجتماعي بالمحافظة شلون يكون ما بين الطوائف والأديان البقية؟ المكون المسيحي في محافظة نيسان جذوره من آلاف السنين في هذه المحافظة وفي البصرة وفي الناصرية. الحمد لله نعيش في محافظة نيسان كمكون مسيحي محب لكل الديانات متسامح، والحمد لله الطائفة المسيحية تعيش أجواء أعياد ميلاد السيد المسيح. إحنا هذه الأيام أعتبر يوم 25/12 هو عيد ميلاد السيد المسيح، يبدي العيد من يوم 25 لغاية 1/1 لمراسيم دورة السنة. كل عام وانتم بخير مقدمة. الله يخليك، عيد مبارك على الجميع. شلون تكون الأجواء وممارسة الطقوس الدينية في محافظة نيسان بهذه المناسبات؟ يكون القداس يوم 24 على 25 يقيم القداس الخوري أسقف عماد عزيز البنا، وبجمع غفير من المسيحيين والمسلمين والديانات الأخرى، الكل تجي تشارك المسيحيين في عيد ميلاد السيد المسيح. حلو، يعني يجوكم من كل الطوائف. نعم نعم، كل الطوائف. زين، أول ما دخلت بالباب أبو علاء شفت حنة موجودة، هاي من ضمن طقوسكم لو شنو؟ لا لا، هاي من إخواننا المسلمين هم اللي يجيبون حنة. شلون؟ نظرهم الحنة والمكانيس. يعني شنو قصدك؟ يا بس ما بحبحوها. لا مقيم مريد كل شيء بس هذي. إيه مريد كل شيء. أبو علاء يقول مكانيس حنة بس. مكانيس حنة. يكمل البركة إن شاء الله. لا إحنا العمارة كليتنا عائلة واحدة إن شاء الله. وهاي الكنيسة إذا شوفها ما كانت هيجي. كنيسة كانت عائلة للسقوط. زين. نشكر السيد المحافظ علي دواي اللي اهتم بكنيسة مريم العذراء أم الأحزان وبقية الكنائس والجوامع والطائفة الصابئة المندائية.